الجماعات المسلحة تسقط الهدنة في حلب وتقصف الأحياء السكنية بأسلحة كيميائية. سوريا ترفض دخول جنود أمريكيين إلى أراضيها وتصفه بالعدوان. حرب التفجيرات تتواصل في عدن وقوات هادي والتحالف تعزز سيطرتها على المكلا بحضرموت. بكين تحذر من مغبة إشعال حرب بين الكوريتين ومن أي مس بسيادتها وحقوقها في بحر الصين. الميدانية من الميادين، أهلا بكم. وفي ميادينها لليوم، من الميدان السوري من حلب علي مرتضى إلى دمشق مع ديما نصيف، وننتقل إلى الميدان العراقي مع عبد الله بدران من بغداد، ونختم مع الميدان اليمني أحمد زبيبة من صنعاء. وبالتأكيد لمتابعة كل هذه التطورات ينضم إلينا هنا في الاستوديو البحث العسكري العميد المتقاعد محمد عباس. أهلا بك سيادة العميد. إذا نبدأ من حلب، حيث استهدفت الجماعات المسلحة أحياء متعددة في المدينة بقذائف الهاون والغاز وصواريخ الكاتيوشا، الأمر الذي أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى، حيث تخطت أعداد الشهداء 100 شهيد منذ 5 أيام وسط وضع ينذر بكارثة إنسانية. علي مرتضى. معاناة حقيقية وكارثة إنسانية تعيشها مدينة حلب، أكثر من 100 شهيد في خلال 5 أيام والعدد إلى تصاعد. المسلحون أمطروا أحياء المجامبو وجمعية الزهراء، الميريديان والأشرفية والمشارقة والسكن الجامعي والميدان بالقذائف. والله كنا قاعدين بأمان الله، ما نحس إلا نزل علينا شيء ما بنعرف إيش هو. وين الروح يفهمني؟ وين الروح؟ وين الروح؟ لا عنا بيوت غير هلا، احنا فقراء، وين الروح؟ لك الله يخلي رئيسنا، وين الروح؟ فهمونا، حلوها بأس، حلوها، وين الروح؟ قل لي وين الروح؟ فهمني وين الروح؟ عندكم شيء محل حل؟ عندكم حل؟ في حل؟ شو هاد؟ يعني كل اللي عم يساووا ما رح يطلع لهم عنا، ما رح يطلع لهم عنا، ورئيسنا بده يتم، رئيسنا فوق راسنا، بلدنا بدها تتم، وطننا اقوى منهم. بكاء هذه المسنة يختصر المشهد، لم يبقى مكان آمن. في منطقة جمعية الزهراء أصابت القذائف سيارات المواطنين، أكثر من 23 سيارة احترقت، ومنازل لم يبقى فيها شيء كما كان. وين دي يروح بهالحالة بهالوضع؟ وين دي يروح؟ والله حرام، تعبنا، حال صلنا 5 سنين عم نتشندل، حاجتنا حاجتنا، والله تعبنا. استهداف المدينة منذ أحباط الهجوم على ضاحية الأسد جرى بحسب محللين عسكريين بطريقة شطرنجية تستهدف أماكن التجمعات السكنية في المدينة. المناطق التي استهدفت جميعها مناطق مدنية، أسواق شعبية، مدارس، جوامع، تم استهداف مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. الخطوط الأمامية أو خطوط التماس تم استهدافها بصواريخ وجرر وصواريخ ثقيلة حمم كما حدث اليوم في الميدان. الجيش السوري من جهته استهدف بالمدفعية وبالطائرات أماكن تجمع المجموعات المسلحة، فيما استخدم المسلحون مدافع من عيار 23 في محاولة منهم للتصدي للطائرات السورية. هو الموت يلاحق الحلبيين من منطقة إلى أخرى. اكتظاظ أعداد المدنيين في هذا الحي لم يشفع له عند المسلحين، لا مراكز عسكرية هنا ولا مظاهر مسلحة. وعلى الرغم من ذلك لم ترحم قذائف المسلحين نساء وأطفالا وعجز، باتوا يقامرون بحياتهم بمجرد البقاء هنا. علي مرتضى، حي الميريديان في حلب، الميادين.
مراسل الميادين في جنيف أفاد بأن مجموعة العمل الأممية أكدت أن المجموعات المسلحة استخدمت مادة الكلورين في منطقة الشيخ مقصود في حلب. مراسلنا أضاف أن الجانب الأمريكي أكد أن الأسلوب المستخدم للمواد الكيميائية في حلب مشابه لأسلوب القاعدة في العراق خلال السنوات الماضية. وأضاف الجانب الأمريكي أن المواد الكيميائية استخدمت ممزوجة بمواد غير متفجرة ما خفض نسبة الضحايا. في السياق نفسه أكد الجانب الروسي أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان الاستخدام اقتصر على مواد كيميائية أم شمل أسلحة كيميائية أيضا. أما تركيا والسعودية وقطر فقد التزمت بالصمت لدى تأكيد الروس والأمريكيين على استخدام هذه المجموعات المسلحة للمواد الكيميائية في الشيخ مقصود. ما يسمى جيش المجاهدين التابع للجيش الحر اعترف بمقتل 21 عنصرا منه في هجوم صده الجيش السوري قبل أيام على جبهة حلب الغربية. رئيس غرفة العمليات أو عمليات الراشدين الجنوبي في جيش المجاهدين اعترف بفشل الهجوم الذي اعترف بفشل الهجوم نفى وجود خيانة في صفوف عناصره تسببت بالفشل. ومن حلب ينضم إلينا مراسل الميادين علي مرتضى. أهلا بك علي. إذن نبدأ من الوضع الإنساني وحصيلة الحالية للشهداء نتيجة القصف الكثيف الذي تتعرض له أحياء حلب من قبل المجموعات المسلحة. نعم وفا، يعني وصلت حصيلة الشهداء حتى الآن إلى يومنا هذا إلى 24 شهيدا وأكثر من 100 جريح. حصيلة القصف الكثيف التي تشنه الجماعات المسلحة على مختلف أحياء مدينة حلب، أحياء المجنبو، جمعية الزهراء، الميدان وغيرها من الأحياء التي تم استهدافها بكثافة. كذلك تم استهداف جامعة حلب وتم إخلاء الجامعة من الطلاب المتواجدين فيها من مدخل خلفي كي لا يصابوا بالقذائف التي تنهمر على المدينة. هناك محاولة من المسلحين لإحداث شلل على مدينة حلب ومنع المدنيين من التجول أو عيش حياتهم الطبيعية، ولكن الملاحظ ومن مكان كما ترين فأنا ألبس الدرع والخوذة وهناك خطر في المكان الذي نقف فيه من تساقط القذائف. ولكن ما لفتنا بالفعل هنا بأنه خلف الكاميرا هناك فعلا يعني عرس زواج حلبي، وقد أصر القائمون عليه بوضع الأغاني الحلبية ربما ردا على المسلحين الذين يحاولون مهاجمة أسلوب حياة أهالي حلب وأسلوب حياة المواطنين في حلب. سألناهم عن أن يعني ما هي الفكرة من الإصرار على القيام بالعرس ربما أو على وضع الأغاني الحلبية، فقالوا أن هدف المسلحين هو شل حلب ومنع حلب من أن تعيش حياتها الطبيعية، ولكنهم حتى ولو كانوا تحت القصف هم مصممين على أن يوصلوا رسالة للمسلحين بأن الحياة في حلب لن تتوقف ولم تتوقف وقف إثر استهدافهم بالقذائف. الجيش السوري أكد أن عملية الاستهداف التي يقوم بها المسلحون بالفعل هي عملية يشنها الجيش النظامي، وذلك عبر قصف المدينة وأسلوب الشطرنج، يعني تقسيم المدينة إلى مربعات معينة ومن ثم استهداف هذه المربعات بأوقات متزامنة ومحددة. تم استهداف أسواق شعبية وتم استهداف جوامع، وقد لاحظنا الدمار الهائل كما رأيتم في التقرير، وكذلك المناشدات من قبل المواطنين بأن يعني أن يجدوا حلا لهذا الموضوع، خاصة أنه لم يعد هناك مكان يذهب إليه المواطن الحلبي وهو يعني يكون بمأمن فيه كليا من المسلحين. ولكن يعني رسالة أيضا المواطنين الذين أصروا على الاحتفال بزفافهم هي رسالة ربما واضحة للمسلحين بأنه رغم كل هذا الاستهداف ورغم كل هذا الإجرام وعدد الأطفال الكبير ضمن الشهداء الذين استشهدوا اليوم، إلا أن الحلبيون مصرون على أن يستمروا بحياتهم الشبه طبيعية. هم يقولون حياتنا الطبيعية ولكن بالمعيار الحلبي، أما بمعيار الدول فهي حياة شبه طبيعية. نعم أشكرك جزيل الشكر مراسل الميادين علي مرتضى، كنت معنا من مدينة حلب. سيادة العميد محمد، استمعنا إلى علي وهنالك عدد كبير من الشهداء خلال 5 أيام نتيجة القصف العنيف المركز على أحياء حلب، لماذا في هذه الفترة تحديدا ولا سيما سبق هذه القذائف
كان هنالك اشتباكات وهجوم تم افشاله من قبل الجيش السوري لهذه المجموعات المسلحه. يعني هناك مخطط منذ بدء مفاوضات جنيف، كان هناك مخطط لعرقله هذه المفاوضات، لان الطرف الدوله السوريه ذهب الى هناك وفي جعبته انتصارات باهره على الارهابيين وتحديدا على جبهة النصرة وداعش، سواء في ريف حمص الشرقي أو في ريف حلب الشمالي. وانسحاب وفد الرياض من مفاوضات جنيف كان يؤشر، وتهديده بعودة العمليات العسكرية كان يؤشر إلى أن المفاوضات لا تسير بالشكل الذي يريده جماعة الرياض وطبعا ومشغليهم والأمريكيون أيضا. لذلك أنا في رأيي هذا الأمر مترابط، يعني عملية تفجير حلب كانت تهدف إلى خلق نوع من التوازن وفي الميدان والضغط على الجيش العربي السوري. هم طبعا حاولوا إحداث خروقات في الميدان في حلب الجنوبي من خلال السيطرة على العيس وتلتها، وفي الشيخ مقصود حاولوا التقدم ولكنهم فشلوا. فبدأ الضغط باستخدام، يعني عندما لم يتمكنوا من أحداث خرق هام من شأنه تعديل الموازين الميدانية، بدأوا بقصف مدينة حلب للضغط على الدولة السورية، لأنه استهداف المدنيين بهذا الشكل يعني لم يحصل طوال فترة الحرب. يعني هناك خسائر. إذا أردنا على الخريطة تفصيل ذلك سادة العميد، ما هي الأماكن وهي الأحياء تحديدا التي تتعرض اليوم للقصف في حلب؟ طبعا القصف يأتي من المناطق الشرقية، من الحيدرية ليست واضحة هنا في الخريطة، ومن المرجي ومن بني زايد باتجاه، وأيضا حي الراشدين في الجهة الغربية من حلب، حي الراشدين هنا، هذا حي الراشدين على الجامعة والميريديان والحميدية والميدان والأشرفية بالأمس والشيخ مقصود وعلى المشارقة، يعني كل حلب عمليا، كل حلب، كل أحياء حلب كما قال رضا، يجري تقسيم حلب لمربعات ويجري استهداف هذه المربعات، لأنه لا يمكنهم قصف كل المدينة وبشكل متواصل، لأنه هذا بده مصروف ذخيرة هائل غير متوفر. يعني هم يقصفون في ساعات الرضوي، في ساعات الذروي، أحياء محددة وخاصة الأحياء المكتظة ببغية إيقاع خسائر في المدنيين للضغط على الدولة السورية بتقديم تنازلات. طبعا هذا مترابط مع أمور أخرى أيضا، يعني ليس يعني ديمستورا صحيح ذكر تحديدا معركة حلب وأهمية معركة حلب، وأنه هي تشكل خطرا على استمرار الهدنة، وأيضا لم يحدد الموعد القادم الذي هو مفترض أن يكون في 10 أيار، وأنا في تقديري قد يكون خضع لضغوط أمريكية. وفي يعني مترافق مع هذا الأمر، وهذا سنتحدث عنه لاحقا، مع هذا ما يجري في حلب يترافق مع ما يجري أيضا من خلال إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة، يعني وما يجري في ريف حلب الشمالي، كل هذا مرتبط وله علاقة بعرقلة تقدم الجيش السوري، كي لا تستطيع الدولة السورية من خلال الإجازات العسكرية فرض شروطها السياسية. فشل المجموعات المسلحة بتحقيق خرق ولا سيما من جبهة الراشدين وإفشاله من قبل الجيش السوري سيادة العميد، ترافق مع موقف صريح من قبل جهات دولية، نتحدث عن أمريكا، الروس تتفق على استخدام هذه المجموعات المسلحة لمواد كيميائية. لم يأتي الاتهام من قبل الحكومة السورية أو من أطراف على الأرض من الجيش السوري، بل من أطراف دولية. إلى أي مدى بالفعل يمكن لهذه المجموعات الاستمرار في استخدام هذا السلاح عبر استهداف مدنيين كما يحدث في حلب؟ منذ البداية الدولة السورية كانت تشير إلى أن المسلحين وأيضا الروس كانوا يشيرون إلى أن الإرهابيين في سوريا يمتلكون أسلحة كيميائية، وتركيا في عام 2013 صادرت مواد كيميائية بحوزة مسلحين ينتمون إلى داعش في الأراضي التركية. يعني طبعا ما هناك نعلم أنه ليس بقرار رسمي تركي، يعني أحيانا تتم المصادرة من قبل أحد الأجهزة المشرف على المطار، سواء أمن عام أو جمارك أو إلى آخره، ولكن أنه هناك سعي حثيث وكتبوا وصدرت عدة مقالات في هذا الأمر، هناك سعي حثيث من قبل المسلحين لخلق نوع من التوازن من خلال استخدام مواد، يعني مواد فينا نصنفها تحت أسلحة الدمار الشامل اللي هي الأسلحة الكيميائية. طبعا وما جرى في الغوطة واتهم به النظام السوري صحيح. كل التقديرات كانت تشير إلى أن المسلحين هم من قاموا بذلك، لأن الأسلحة المستخدمة كانت بدائية بدليل حجم الإصابات لم يكن كبيرا جدا، لأنه لو كانت الأسلحة هي الأسلحة الكيميائية أسلحة كيميائية وليست مواد
كيميائية يتم دمجها مع مواد غير متفجرة ويكون أضرارها محدودة نسبيا. الروس منذ البداية قالوا أن هذه الأسلحة ليست من أسلحة الجيش العربي السوري، ولو كانت أسلحة دمار شامل يعني أسلحة كيميائية لكانت ألحقت أضرارا أكبر. فهذه أسلحة بدائية الصنع، والظاهر أن المسلحين كانوا يحوزونها وهم منذ البداية استخدموا هذه الأسلحة، ولكن كانت الولايات المتحدة تغض النظر لأنه لا يمكنها اتهام المعارضة حتى اليوم. يعني عندما تقول أن المسلحين استخدموا غاز الكلور هي لا تشير بصراحة أين استخدم. استخدم في ريف حلب، في مدينة حلب، في الشيخ مقصود. يعني المستخدمين هم من يصنفون حتى اليوم في رأي الولايات المتحدة معارضة معتدلة. صحيح. يعني وهي هذه حتى هذه المجموعات التي لم تلتزم ولأجل ذلك اليوم. ولأجل ذلك السعودية وقطر وتركيا تجاهلت هذا الأمر، لأنه هي تعلم منذ البداية، وقد تكون هي زودت هؤلاء المسلحين ببعض المواد لاستخدامها بشكل محدود في مناطق. سيادة العميد، ذكرت دخول الجنود الأمريكيين إلى سوريا، وفي هذا الإطار دانت سوريا بشدة ما وصفته بالعدوان السافر المتمثل بدخول 150 جنديا أمريكيا إلى أراضيها في إرملان، وأكدت أن هذا التدخل مرفوض وغير شرعي وجرى من دون موافقة الحكومة السورية. مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أكد أن هذا التدخل ينتهك الأراضي السورية ويتناقض مع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية. وشدد المصدر على أن سوريا التي تواصل التصدي لداعش والنصرة وباقي الجماعات الإرهابية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفه. من الأمريكيين في الشمال السوري لا يحضر سوى المتطوعين للقتال إلى جانب وحدات الشعب الكردية. التدخل الأمريكي في الشمال السوري تحت أعلام قوات سوريا الديمقراطية لقتال داعش أضاف إليهم 250 خبيرا. راح يتواجدوا ضمن الأراضي المتواجدة عليها قوات سوريا الديمقراطية، وراح يكونوا جنبا إلى جنب مع قواتنا ضد تنظيم داعش الإرهابي حصرا، يعني ما في أي توجه تاني. الدفعة الجديدة من الأمريكيين وجهتها الحسكة السورية وريف حلب الشمالي، مهمتهم استخبارية والاتصال بالعشائر العربية في الجزيرة وتنسيق الدعم اللوجستي والمدفعي والغارات الجوية ضد داعش. لكن الدعم لا يتم دون خلافات، فبحسب مصادر للميادين البيدي الراغب بالتوجه نحو منبج لوصل كانتونات الحسكة عين العرب بعفرين وتعزيز وجوده شمالا خارج معاقله التقليدية، يواجه اعتراضا أمريكيا يفضل التوجه نحو معقل داعش في الرقة. ولتعزيز سيطرته البيدي أعلن تحويل قوات الحماية الذاتية إلى جيش الفدرالية. التسمية تندرج شكلا في إعلان الكرد فدرالية الشمال السوري روج آفا. التسمية كانت لألون هي وحدات حماية ذاتية، هي عملية نعتبرها أن عملية التجنيد الإجباري الإلزامي للشباب المتواجدين ضمن مناطق روج آفا اللي عمره من 18 ل 30 سنة، كانوا بياخدوا على العسكرية الإلزامية. ممكن يكون إذا راح بشكل فرادي طوعي بيخدم ستة شهور. الجيش الفدرالي لقوات جديدة فيه تزيد على 5000 مقاتل، لكنه باقتصاره على المجندين في صفوفه قصرا ومعظمهم من العرب في الحسكة يفصل هؤلاء عن وحدات حماية الشعب التي استوعبت أكثر المتوافر مما يمكن تجنيده أو تطويعه من الكرد بعدما طاولهم نسب الهجرة إلى تركيا وأوروبا. رسائل متعددة في الحقيقة، منها لروسيا بأنها أيضا هي تشترك، موجودة عسكريا ولديها حلفاء على الأرض، والرسائل الأخرى للحكومة السورية ولتركيا ولكل الفواعل الآخرين بالمشهد السوري من أن أمريكا تزيد من تواتر تدخل العسكري وانشغالها بالمشهد السوري بشكل مستمر. مع الجيش الفيدرالي وتدفق الخبراء الأمريكيين، المشروع الفيدرالي الكردي وخصوصا في الحسكة بات يستند أكثر فأكثر إلى دعم أمريكي جوي ولوجستي وغلبة مجندين من عشائر العرب قصرا. ديما نصيف، دمشق، الميادين. ومن دمشق تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين هناك ديما نصيف. أهلا بك ديما. إذن الخارجية السورية وصفت هذا الدخول للجنود الأمريكيين بالعدوان السافر وعدم احترام سيادة الدولة السورية، ولكن هل من ردود أفعال وأيضا ما ردود فعل الكرد وهم بالنسبة أتوا دعم بالنسبة لهم من قبل أمريكا؟
نعم بالفعل يعني وفى طبعا رد الفعل السوري الرسمي هو رد فعل طبيعي على مثل هذا السلوك، لأن دمشق لطالما كانت تقول بأنه أي تدخل أو أي دخول لقوات لمواجهة داعش أو تحت ذريعة مواجهة الإرهاب في سوريا يجب أن تكون بالتنسيق مع دمشق، لكن هذا الدخول بالنسبة للقوات أو لقوات المارينز الأمريكية التي جاءت عبر العراق إلى مطار ميلان بمروحيات اعتبرته دمشق طبعا عدوانا سافرا عليها. طبعا هناك أوساط ترى في هذه الرسالة، خاصة أنها تأتي بعد إعلان الكرد لإقليم الفيدرالية في شمال السوري وأعلنها الاستقلال أو بالأحرى المشروع الفيدرالي، يأتي هذا أيضا بعد إعلانها عن تشكيل جيش الفيدرالية ليؤكد بالدعم الأمريكي للمشروع السياسي للكرد الانفصالي الذي يرى فيه الكثيرون مشروعا انفصاليا، رغم أن الكرد يؤكدون بأنهم لا ينوون الانفصال عن الدولة الأم سوريا. ولكن بطبيعة الأحوال هذا أيضا ليس الدخول الأول وليس أيضا الدعم الأمريكي الأول بالنسبة للكرد. نحن شاهدنا 50 خبيرا أمريكيا دخلوا إلى الأراضي السورية إلى الشمال السوري عند معارك كوباني، وكانوا هم من ينسقون مع ضربات التحالف الأمريكي، وأيضا كان هناك مجموعة من الأمريكيين الذين تولوا تدريب الكرد عندما أنشئت قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك كان الدعم الأمريكي أو الدعم التحالف الأمريكي لتقدم القوات الكردية على الأرض دائم في كل المعارك التي خاضتها القوات الكردية ضد داعش. وبالتالي هو ليس تعاونا أولا وليس حضورا أولا أمريكيا في شمال السوري وخاصة إلى جانب الكرد، لكن اليوم توقيته مع إعلان الفيدرالية الكردية ومع أيضا التطورات وخاصة تحريك تركيا لجبهة حلب والتصعيد الذي نشهده عشية جولة مقبلة في جنيف، كله يطرح أسئلة كما يرى المراقبون هنا في دمشق بأنه ما الرسائل التي تريد واشنطن اليوم توجيهها عبر هذا الدعم، خاصة أنها أوقفت تقدم الكرد في وقت سابق عندما حاولوا أن يعبروا إلى غرب الفرات واعتبرته خطا أحمرا تركيا لم ترضى أن تستفز الأتراك من خلاله، وبالتالي أوقفت هذا التقدم ومنعت الكرد من المتابعة متابعة التقدم لوصل الكانتونات الثلاثة من الحسكة إلى عين عرب إلى عفرين لوصل كل مناطق الإدارة الذاتية. أشكرك جزيل الشكر مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف، كنت معنا من هناك. سيادة العميد، دخول 150 جنديا أمريكيا كان هنالك عدة ردود أفعال منذ أن أعلن أوباما بذلك، ولكن على أرض الميدان هل يمكن أن يغير وجود 150 جنديا أمريكيا، ولا سيما أن المهمات نقول استخباراتية التواصل والدعم اللوجستي للمقاتلين الكرد والتدريب أيضا والتدريب بالطبيعي لا يمكن لهؤلاء يعني هؤلاء وجودهم في سوريا وجود له مدلول سياسي أكثر مما هو مدلول ميداني عسكري. يعني كل مشاريع التدريب التي قامت بها أمريكا في تركيا لأجل سوريا كلها فشلت، وعلمنا أين أصبح هذا التدريب، سواء من دربوهم في الأردن أو من دربوا في تركيا لم يبقى منهم أحدا، وراهنت الولايات المتحدة على القوى الأساسية الموجودة، وهذه القوى حققت الانتصارات بدعم التحالف الغربي، دعم التحالف الغربي بالقصف الجوي، يعني حققت انتصارات دون أن يقوم الأمريكيون بتدريب هذه القوات. يعني الأكراد كانوا مدربون وحملوا السلاح وحققوا إنجازات. مسألة الوجود هو مرتبط بالتوقيت كما قالت ديما، مرتبط بالتوقيت يعني جاء بعد إعلان الفيدرالية، وأيضا مرتبط بتوقيت آخر له علاقة بمباحثات جنيف وحديث الأمريكيين عن الخطة ب إذا فشلت المفاوضات، وكانوا صحيح. دائما يلوحون مع وفد الرياض بأن الحكومة السورية متصلبة في مواقفها وأننا سنلجأ إلى الخطة ب، ثم ينفون ذلك عندما يطالبهم الروس بهذا الأمر، ولكن أنا في تقديري هذه هي الخطة ب، هي خلق مناطق نفوذ كأمر واقع في سوريا لإمرار مشروعهم بتقسيم المنطقة تحت عناوين الديمقراطية وحقوق الأقليات أو تحت مسمى الفيدرالية، لأن الفيدرالية في مناطقنا لن تقوم إلا على أساس مذهبي وطائفي، وهي وصفة جاهزة للتقسيم، وهو ما طرح في العراق وهو ما يطرح في سوريا اليوم. طيب، وهنا السؤال سيادة العميد، لماذا إلى الحسكة؟ نعم. نتحدث عن مناطق نفوذ معينة، الوجهة تقول في هذا التقرير زميلة ديما الحسكة وريف حلب الشمالي تحديدا. صحيح، ما أنا قلت تقسيم مناطق نفوذ، يعني الأمريكيون عندما تقدم الجيش العربي السوري بسرعة في تدمر، وكان احتمال التوجه إما شمالا باتجاه الرقة أو شرقا باتجاه دير الزور، هنا
من تدمر باتجاه دير الزور أو باتجاه الرقة. ذهبنا إلى المفاوضات، فأراد الأمريكيون تغيير الواقع الميداني من خلال الهجوم في حلب، يعني هذا الأمر صار ثابت. فكي يعني يعرقل تقدم الجيش السوري باتجاه دير الزور وباتجاه الرقة، لأن الأوان لم يحن للحل في سوريا في رأي الأمريكيين، وهم يريدون استمرار النزف. لذلك الأمريكيون بهذه الخطوة جاءوا ليقولوا نحن هنا وأنتم هناك، يعني هذه منطقة الحسقة والرقة وتحرير الرقة هو شأن قوات سوريا الديمقراطية وشأن قوات الحماية الكردية. وأنا قلت مناطق تقسيم مناطق نفوذ، يعني كما أشار ديما الأكراد منعوا من اجتياز نهر الفرات باتجاه الغرب باتجاه جرابلس، وهذه رغم أن هذه المنطقة من جرابلس إلى بغيدين يسيطر عليها داعش، يعني من جرابلس هنا إلى شرق أعزاز تسيطر عليها داعش في هذه المنطقة، وهذه المنطقة منع الأكراد من التقدم إرضاء لتركيا. يعني هذه المنطقة الحسكة والرقة لاحقا هي مناطق نفوذ لحلفاء أمريكا، تركيا لها مناطق وندعمكم في فقط بهذه نعم المناطق في شمال حلب، وأيضا في عفرين القوات الحماية الكردية تبقى، يعني تبقى الكونتون الكردي لن يكتمل. يعني لا بأس من تقسيم المنطقة على أساس فيدرالي، وليس بالضرورة أن تكون هذه الفيدرالية تشمل فيدرالية واحدة، كونتون واحد للكرد يمتد من الحسكة والرقة إلى عفرين. بس في ملاحظة أخيرة، يعني ولو بشكل بمنطقة نعم بمنطقة يعني في شمال سوريا بين الراعي وبين أعزاز داعش تتقدم، وأنا في تقديري هذا الأمر أيضا ليس مقطوعا، يعني داعش ليس مقطوعا في الأصل عن موافقة تركية أو يعني موافقة تركيا تحديدا، لأن تركيا تعتقد تمام اليقين أن القوات الموجودة أو المصنفة عليها سواء النصرة أو أحرار الشام في هذا المثلث، يعني في مثلث أعزاز براغيدا في هذا المثلث، هي قوات عاجزة عن الدفاع عن وجودها في وجه الجيش العربي السوري أو الأكراد الموجودين في عفرين. لذلك أنا في تقديري غضت الطرف عن دخول داعش. داعش سيطر بالأمس على دوديان وعلى براغيدا وعلى يحمول وعلى جازر في هذه المناطق، سيطر على كل وأصبح على مشارف أعزاز، أصبح هنا على مشارف أعزاز. طيب كيف حصل هذا التقدم في الوقت الذي سمعنا بالأمس عن تزويد الأمريكيين للأتراك بصواريخ بصواريخ هيرمس مداها 70 كيلومتر، من 30 إلى 70 كيلومتر، وهي قادرة على ضرب مواقع داعش. يعني تقدمت داعش دون اعتراض من قبل المدفعية التركية أو القوات التركية، وأصبحت على أبواب أعزاز. يعني هم يريدون منطقة عازلة الأكراد بين الكرد في الغرب في عفرين وبين عين العرب، يريدون هذه المنطقة من قبل طرف قوي وهو داعش للتفاوض لاحقا بشأن الموضوع الكردي. مع هذا التمدد لتنظيم داعش نصل إلى ختام تطورات الميدان السوري سيادة العميد، لننتقل إلى تطورات الميدان العراقي، حيث أحبطت فرقة التدخل السريع الأولى في الجيش العراقي هجوما لداعش جنوب الفلوجة، ودمرت 5 سيارات مفخخة وشاحنة ومدرعة، قتلت كذلك 3 إرهابيين بينهم انتحاريون. إلى ذلك وبعد تحرير قرية سخيخة غرب قضاء هيت، أعلنت العمليات المشتركة إبطال القوات العراقية هجوما لداعش في قرية تمهانة جنوب الموصل، وفجرت سيارة مفخخة، إشارة إلى أن قرية تمهانة كانت قد استعادت القوات العراقية السيطرة عليها منذ أيام. مسودة اتفاق أمني أنجزتها قيادات الحشد الشعبي وبشمرجة الاتحاد الوطني بشأن الأحداث التي شهدها قضاء تصخر مات شرق محافظة صلاح الدين. أولى بوادر الاتفاق إيقاف إطلاق النار بين الأطراف المتشابكة. التفاصيل مع محمد الفهد. نحو التهدئة تسير الأمور في قضاء طوس خرماتو بعد إعداد مسودة بعدة نقاط من قبل قيادات الحشد الشعبي التي زارت القضاء واجتمعت مع الأطراف المتنازعة. أبرز بنود الاتفاق إخراج قوات الحشد التركماني والبشمرجة من القضاء، على أن تتولى الشرطة الاتحادية حفظ الأمن وسحب جميع المظاهر المسلحة ومحاسبة المقصرين من الطرفين، إضافة إلى تشكيل غرفة مشتركة بإمرة الشرطة المحلية واشتراك أمنيين من الحشد والبشمرجة.
الأخوة في قيادة الحشد الشعبي جزاهم الله خير الجزاء الحقيقة، جلسوا مع قيادات البيشمركة وبالتالي أنهوا، صار اتفاق على إنهاء هذا الاقتتال والانسحاب كل الطرفين من داخل المدينة، ويتحول الأمر إلى الشرطة باعتبار إدارة الوضع الداخلي الأمني هو بيد الشرطة. من عدة زوايا قرأ المراقبون للشأن العراقي الاتفاق الأمني، لكن النقطة الأهم بحسب رأيهم هي أن الاتفاق سيكون هشا بسبب دخول منطقة طوس خرماتو ضمن مشروع الصراع على الأرض من جهة، ومشروع تحييد الحشد الشعبي عن بعض المناطق من جهة أخرى، ما يعني بقاء عودة التصعيد في أي لحظة. أكو إرادة في قتال داعش، هذه الإرادة جزء منها تتمثل بالتحالف الدولي بقيادة أمريكا، وبالتأكيد البيشمركة مصطفى مع هذا التحالف ومع الإرادة الأمريكية. في قبال ذلك أكو للأسف عدم ارتياح من وجود الحشد الشعبي في كل ساحات القتال وخصوصا من أمريكا. توقف إطلاق النار بين الحشد الشعبي والبشمركة كان أولى بوادر الاتفاق الأمني على أن تستكمل باقي الخطوات المتمثلة بتعويض المتضررين من المدنيين والمباشرة بترجمة بنود الاتفاق على الأرض ومدى التزام الأطراف بها فعليا. دخول الاتفاق الأمني بين قيادات الحشد الشعبي ونظيراتها في البشمركة الكردية حيز التنفيذ بخصوص قضاء طوس خرماتو وتعضيده من قبل الحكومة المركزية، قد يكتب له النجاح في حال مسك ملف الأمن في القضاء من قبل القوات الاتحادية حصرا وفق قراءة المتابعين. محمد الفهد، بغداد، الميادين. ومن العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا مراسل الميادين عبد الله بدران. إذا عبد الله، لو تجمل لنا آخر التطورات ولا سيما الهجوم الذي أفشله الجيش العراقي في الفلوجة لتنظيم داعش. نعم وفى، الهجوم بالفلوجة لتنظيم داعش هو كان على جبهتين في شمال شرق الفلوجة، تحديدا في منطقة القرمة بالاتصال مع العاصمة العراقية بغداد، وهو نفذ عبر 4 انتحاريين حاولوا استهداف خط الصد في منطقة القرمة التي تتصل بالطريق الدولية وامتدادات صحراوية صوب جنوب منخفض الثرثار، وهي محاولة لفتح خط للمواجهة في هذه المنطقة التي أمست بيد الأمن العراقي. طبعا تم إحباط هذه العملية بالتنسيق ما بين الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي التي تتواجد في منطقة القرمة وامتداداتها عند الجسر الياباني، وهي منطقة مهمة لجهة اتصالها بثلاث محافظات ما بين العاصمة بغداد والأنبار وامتدادات صوب النباعي حتى محافظة صلاح الدين. هذا هو الهجوم الأول في شمال شرق القرمة من الفلوجة. الهجوم الأبرز هو بخمسة انتحاريين في جنوب الفلوجة، تحديدا في منطقة الهياكل، وكان هو هجوم انتحاري مع هجوم أفراد على الأرض، وتم إحباطه من قبل فصائل المقاومة العراقية بإسناد من الشرطة الاتحادية، وكذلك استهداف لمواقع داعش داخل الفلوجة في محاولة ليس فقط لصد الهجوم وإحباط تعرضاته الأمنية في منطقة تعتبر مهمة جدا لجهة اتصالها بالعاصمة العراقية بغداد، امتدادات زراعية في منطقة الزيدان، تصل هذه المنطقة التي هاجمها داعش في جنوب الفلوجة حتى منطقة صدر اليوسفية، وبالتالي هي إحدى المناطق الرئيسية التي كان لداعش خلايا مهمة فيها، ويسيطر على الجزء الجنوبي للعاصمة العراقية بغداد أو المثلث الذي يقع في جنوب العاصمة العراقية بغداد، ومنه يتصل بمنطقة جرف الصخر. الهجمات الانتحارية والتعرضات التي شنها داعش اليوم أيضا على قرية مهنة في محور جنوب محافظة نينوى، هي التي تحررت يوم أمس، وتمكنت القوات الأمنية العراقية وتحديدا الجيش العراقي اللواء 72 بالتعاون مع عشائر الإرهابيين والسبعاويين، حاول داعش دخول المنطقة السيطرة عليها من قبل الأمن العراقي، عزز التقدم في محور جنوب نينوى، وبالتالي هو أمن الوجود العسكري للقوات الأمنية العراقية التي تحاول الوصول إلى القيارة وعبور ضفاف نهر دجلة، على اعتبار أن هذا المحور إن تمت العملية فيه بشكل كامل ووصلت القوات إلى القيارة وعبرت ضفاف دجلة، هي قطعت تواصل داعش ما بين الشرقاط في شمال صلاح الدين وجنوب نينوى، ويعني كانت هناك صعوبة، ستخلق صعوبة أمام داعش في التحرك ما بين جنوب كركوك حيث الحويجة وإحدى خزانات داعش البشرية في هذا القضاء الذي يقع جنوب غرب كركوك وبين منطقة القيارة. أحبط الهجوم، كان فيه تنسيق مع سلاح طيران الجيش. طبعا ليست هناك التعرضات في هذه المنطقة فقط، في القحطانية التي تتبع سنجار أحبط هجوم لداعش، في منطقة تلة أبو مارية في تلعفر غرب نينوى استهدف تحرك لعناصر داعش، يعتقد أن بينهم قيادات عسكرية بارزة تحاول التنسيق أو هي مسؤوليتها التنسيق ما بين داعش في الأراضي السورية وداعش في الأراضي العراقية، لكن هناك تقدم واسع. نعم عبد
غرب الأنبار في الدولاب تقدم للأمن العراقي ودفع خط الصد ما بعد منطقة إزخيخة. الهدف من هذه العمليات التي تشنها الفرقة السابعة في الجيش العراقي هو إكمال الربط العسكري البري ما بين هيت على ضفاف الفرات والوصول إلى منطقة الدولاب التي تتبع البغدادي، وبالتالي هي عملية التفاف من أجل فتح خط وإن كان في عمق الصحراء ما بين الرمادي هيت الحقلانية والعودة إلى الدولاب التي تتبع البغدادي وصولا إلى حديثة في فتح طريق بري صوب القضاء المحاصر من قبل مسلحي داعش. وهذا الطريق طبعا يؤمن إمداد عسكري من مقاتلين وبشر وسلاح وذخيرة. الهدف من هذه العمليات إكمال المثلث الذي يربط حديثة هيت إلى الجنوب وحديثة كباسة إلى الغرب في عمق صحراء محافظة. أشكرك جزيل الشكر. نعم عبدالله أمنيا أشكرك جزيل الشكر. نعم بشكل سريع الرطبة. نعم استهدف موقع لداعش في الرطبة في منطقة الواثق تحركات لداعش في هذه المنطقة. والمهم أمنيا أيضا هو ما قامت به قيادة العمليات المشتركة من إحباط وإلقاء القبض على خلية كانت تنسق لشن هجمات داخل العاصمة العراقية بغداد قبل قليل. نعم أشكرك جزيل الشكر عبد الله بدرام عنا على كل هذه المعلومات في مختلف المناطق العراقية. كنت معنا من بغداد. سيادة العميد، سيطرة الجيش العراقي على مهانة وكأنها خطوة جادة يحكى عن الوصول إلى ضفاف الدجلة من بعدها إلى تحرير القيارة. هل هنالك إمكانية من ذلك مع التوسع في مخمور من قبل الجيش العراقي؟ دون شك يعني هذا مرتبط بما يحصل في طوز خرماتو وما يحصل في محافظة صلاح الدين وعدم تنظيف محافظة صلاح الدين من داعش. يعني العملية التي جرت بالأمس وتم فيها السيطرة على مهانة، هذه مهانة جنوب شرق القيارة بين مخمور وبين القيارة، تمت السيطرة عليها. واليوم تم صد هجوم هان بالسهم الأحمر، تم صد هجوم لداعش على البلدة لمحاولة استرجاعها، وتم صد الهجوم وإيقاع خسائر في المسلحين. ولكن نظرة إلى الخريطة، الشرقات هي في يد المسلحين، هي الشرقات. وأيضا يعني الفتحة هي جنوب الشرقات أيضا. عندما كان هناك اتفاق بين الحشد الشعبي ووحدات الحماية والبشمركة جرى تحرير قصبة البشير. نظرة هنا إلى هاي طوز خرماتو، الانطلاق من طوز خرماتو باتجاه قصبة البشير الواقعة جنوب كركوك وجرى تحريرها. هذه كان إنجاز كبير وكان يؤشر إنه أن هذه القوات باستطاعتها التقدم شمالا باتجاه الشرقات باتجاه الفتحة والشرقات. وهذا الأمر أنا في تقديري لم يحن أوانه بعد، لذلك افتعلت المشاكل الأمنية في طوز خرماتو بين الأكراد وبين الحشد الشعبي. ومن افتعل المشاكل معروف، يعني من لا يريد للحشد الشعبي التوجه شمالا باتجاه نينوى والموصل تحديدا، يعني الأمريكيون لا يرغبون في وجود الحشد في هذه المناطق لاعتبارات النفوذ والسيطرة إلى آخره. لذلك أنا في تقديري نحن سعيدون للاتفاق الأمني، ولكن هل ينجح هذا الاتفاق الأمني إذا لم يلتزم الحشد بما يريده الأمريكيون في موضوع عدم إشراكه في المعارك في نينوى؟ ستحصل المشاكل مع الأكراد، يعني هذا باب لمنع الحشد من المشاركة في العمليات في الشمال. أيضا يعني ما هذا مرتبط أيضا بما حصل في الفلوجة، هناك في الفلوجة عمليتين كما أشار عبد الله بدران، تنظيم داعش قام بهجومين من الفلوجة باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي باتجاه الهياكل و النعيمية، هذا بهذا الاتجاه وبهدف الوصول إلى جنوب بغداد، وهجوم أيضا يعني بانتحاريين مع عناصر مواكبة، عناصر مشاة تستغل الإرباك الذي يحصل بعد التفجيرات. نعم أسلوب داعش. وأيضا من بوغريب باتجاه الكرمة باتجاه الشمال الشرقي، أيضا باتجاه جنوب منخفض الثرثار. منخفض الثرثار، هذا منخفض الثرثار هنا. هذه المنطقة هنا حائط صد للحشد الشعبي. هم يريدون أيضا إشغال الحشد الشعبي في ضواحي بغداد، أن يبقى مشغولا في هذه المنطقة من خلال بقاء الفلوجة طعنة في خاصرة بغداد لمنع الحشد والجيش أيضا من استثمار قواته بصورة كافية وتكوين
احتياط كبير للتوجه شمالا باتجاه نينوى. اختتمنا تطورات في الميدان العراقي سيادة العميد، ولكن قبل متابعة الميدانية نتوقف مع فاصل قصير ثم نتابع الميدانية. أهلا بكم من جديد إلى الميدانية. تتواصل في عدن حرب التفجيرات بين مختلف الأطراف، فيما المنفذ أكثر حضورا هو تنظيم القاعدة وبحر التفجير. واستهدفت التفجيرات دورية لقوات الرئيس هادي، وكذلك في حضرموت تتواصل المعارك بين قوات هادي والتحالف وتنظيم القاعدة في محيط المكلا بعد طرد التنظيم منها. انفجار جديد في عدن حصيلته إصابة 3 جنود من قوات هادي. انتحاري ارتدى زيا نسائيا وفجر نفسه داخل سيارة مفخخة أمام منزل مدير أمن محافظة عدن العقيد شلال شائع في منطقة التواهي بمدينة عدن جنوب اليمن. وفي حضرموت سقط قتلى وجرحى على أثر غارة جوية شنتها طائرات التحالف السعودي على مصلحة الأحوال المدنية والمرور في مديرية غيل بوازير شمال شرق مدينة المكلا عاصمة المحافظة جنوب شرقي البلاد. أما في تعز فدارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى بمنطقة كلابة شمال المدينة، حيث تبادل الطرفان القصف المدفعي في منطقة الجحملية شرقا ومنطقة المطار القديم ومحيط معسكر الدفاع الجوي غرب مدينة تعز جنوبي اليمن. محافظة مأرب شهدت أيضا تحليقا متواصلا لطائرات التحالف السعودي فوق المناطق الغربية للمحافظة على وقع قصف مدفعي وصاروخي لقوات هادي على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية صرواح، بعدما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل وجرح عدد من قوات هادي خلال صد الجيش واللجان زحفا كبيرا لهم باتجاه منطقتي المشجح والهلول شرقي جبل هيلان بمديرية صرواح غرب المدينة، فيما شنت مقاتلات التحالف السعودي غارتين جويتين على تجمعات لقوات هادي في جبل البلق الشرقي جنوب مدينة مأرب شمال شرق اليمن بحسب مصادر محلية للميادين. وفي محافظة شبوة المجاورة سجلت خروقات لقوات هادي بعد قصفها مواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية عسيلان غرب المحافظة شرقي البلاد. أما في العاصمة اليمنية صنعاء فأعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن قصف صاروخي ومدفعي لقوات هادي على مواقع الجيش واللجان الشعبية في تبة الحول وملحوى بني بارق بمديرية نهم شمال شرق العاصمة اليمنية. سيادة العميد، انطلاقا من هذا التطورات في الملف اليمني برغم المفاوضات المستمرة في الكويت، ولكن الأبرز الجنوب البلاد، نتحدث أيضا عن المكلا وهذه الاشتباكات المستمرة بين القاعدة وقوات الرئيس هادي وكذلك عدن، هذه سلسلة التفجيرات، برأيك هل يمكن أن تنعكس هذه التطورات في الجنوب على كل التطورات الميدانية الأخرى في مختلف المناطق؟ لا، موضوع القاعدة يعني أصبح عندما أصبح الأمر هو منفصل لوحده، عندما أصبح الأمر مفضوحا أمام الرأي العام الدولي والعالمي وخاصة مع الحلفاء أن القاعدة وداعش نمت في ظل وجود التحالف السعودي في المناطق التي يسيطر عليها أنصار هادي والتحالف السعودي، هذا الأمر محسوم. سيطروا على أبيان ولا زالوا حتى اليوم في أهم شوارع عدن في التواهي وفي جنوب عدن تحديدا على المحيط الهندي، يعني هم على الساحل. والتفجيرات كل يوم او يومين نسمع بقتل مسؤول امني او مسؤول اداري في عدن، حتى اليوم لم تستطع، يعني هم طردوهم من ابيان لانه ابيان منطقه مكشوفه، طردوهم من المكلا ولكن لا زالوا موجودين يعني على الساحل في المكلا في حضرموت، هذا حضرموت، على الساحل تتواجد داعش وفي العمق تتواجد القاعدة، وفي العمق يعني في وادي سيئون وفي هذه المنطقة تتواجد داعش.
في أبيان حتى اليوم يعني تم طردهم من الحوطة، ولكن لا زالوا موجودين في أبيان وموجودين في عدن. الاستهداف من قبل التحالف للقاعدة ليقولوا أننا نحن نحارب الحوثيين صحيح والجيش واللجان الشعبية من جهة، وأيضا نحارب القاعدة، ولكن يعني هذه عمليات مطلوبة كي نوع من إبراء الذمة، ولكن عمليات محدودة حتى اليوم لم تؤتي ثمارها. ولكن بالرغم من المفاوضات هم قالوا أن المفاوضات هذه رفض تعليق الغارات الجوية والعمليات خلال المفاوضات، وقال بالحرف بالفم الملآن أن هذه المفاوضات التي تجري تحت الضغط العسكري أفضل لصالحنا، يعني ستستمر الغارات، ومثل ما شفنا اليوم في غارات على جبل هيلان، هيدا جبل هيلان، هذه صورة مصغرة لمحافظة مأرب، وهناك محاولة تقدم هنا السام الأحمر، محاولة تقدم من مأرب باتجاه هيلان، وأيضا هناك خروقات في فرضة نهم، وخروقات في شبوة، وخروقات في تعز، وقصف مدفعي، تبادل قصف مدفعي، وغارات جوية. الغارات الجوية يعني تركزت على هيلان وتركزت على وادي ملح، لا زالت حتى اليوم الغارات الجوية السعودية لم تتوقف، صحيح أنها خفت حدتها ولكنها لم تتوقف. هم يعتقدون أن طالما الميدان ساخن يمكنهم تحقيق إنجازات في السياسة على طاولة المفاوضات في الكويت. سننتقل إلى ما أكده وكلام الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي أكد أن بلاده لن تسمح بحدوث فوضى أو بنشوب حرب في شبه الجزيرة الكورية. موقف الرئيس الصيني أتى أمام مؤتمر التعاون وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقد في بكين. التفاصيل في التقرير التالي. في ظل التوتر المستمر المخيم على العلاقات بين الكوريتين، يسعى الجار الصيني لتثبيت الاستقرار في المنطقة. بكين لن تسمح باندلاع فوضى أو حرب في شبه الجزيرة الكورية وفقا لرئيسها شي جين بينغ، فهو وضع لا يستفيد منه أحد على حد تعبيره. نأمل أن تلتزم جميع الأطراف ضبط النفس وألا تثير التوتر بين بعضها بعضا. بدلا من ذلك يجب أن نعمل معا لنعيد القضية النووية في شبه الجزيرة إلى مسار الحل بالحوار والمفاوضات في أقرب وقت ممكن، للمضي قدما في السلام والاستقرار المستدام في المنطقة من الشرق والشمال. موقف الرئيس الصيني أمام مؤتمر التعاون وإجراءات الثقة في آسيا جاء مع التأكيد على التزام بلاده تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على الرغم من أن بكين هي الحليف الأبرز لكوريا الشمالية، أيدت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة عليها في إطار عمل بيونغ يانغ على برنامج تطوير الأسلحة النووية. هذا البرنامج الذي يمثل مع التجارب الصاروخية والنووية المتكررة أحد أبرز أسباب التوتر بين الكوريتين. حرص بكين على الاستقرار في المنطقة يرافقه حرص أكبر على حماية سيادتها وحقوقها في بحر الصين الجنوبي، وهو ما أكده أيضا الرئيس شي جين بينغ، بالتزامن مع كلام لمسؤولين الصينيين عن حث الولايات المتحدة على نزعة عسكرية وتعريضها الاستقرار للخطر بعمليات حرية الملاحة التي تنفذها سفن وطائرات حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي. وقبل ختام الميدانية، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الجماعات المسلحة تسقط الهدنة في حلب ويقصفون الأحياء السكنية بأسلحة كيميائية. سوريا ترفض دخول جنود أمريكيين إلى أراضيها وتصفه بالعدوان. حرب التفجيرات تتواصل في عدن وقوات هادي والتحالف تعزز سيطرتها على المكلا بحضرموت. بكين تحذر من مغبة إشعال حرب بين الكوريتين ومن أي مس بسيادتها وحقوقها في بحر الصين. وبالتأكيد للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر، يمكنكم زيارة موقع الميادين باللغتين العربية والإسبانية وكذلك صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. بالتأكيد أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد محمد عباس، وشكرا لكم مشاهدينا الأكرم على طيب المتابعة. في أمان الله.